بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله النهاردة يا جماعة عايز أستخدم خاصية اللي هي الريموت ديسكتوب كونكشن، لما إحنا بنكون كذا جهاز موجود في شبكة واحدة وعايزين نقدر نعمل كونكت للجهاز بتاعنا عن طريق الريموت ديسكتوب. ساعات بتقابلني مشكلة لما اجي مثلا هنا، انا فتحت الريموت ديسكتوب كتبت الاي بي اللي انا هكونكت مثلا عليه وقلت له هنا كونكت، فالمفروض هو يعمل كونكت. لكن لو في حاجه هنا ظهر لي ان اوثنتيكيشن ايرور هاز اكور. طيب طبعا بيقول لي زور الرابط دون، انا في حبه حاجات لازم اتاكد عليها الاول. هكتب مثلا اس بي سي دور كمبيوتر يعني، واختار هنا بروبرتيز اول حاجه عشان في حاجات عايزين نتاكد منها. ده طبعا احنا في ويندوز 10. طيب اول حاجه هنا بنيجي على ادفانسد سيستم سيتنج، نتاكد من الريموت. هنا بنعمل الاو ريموت كونكشنز تو ذيس كمبيوتر، وبنعلم على الاو كونكشن كده اوكي. وبرده هنا في لو بنختار ادفانسد بنعلم على الاو ذيس كمبيوتر نشتغل عليها. ده كده بالنسبة للجزئية اللي هنا. في حاجة تانية عندي اسمها services، بختارها. لو يظهر عندي services دي بتأكد على الريموت. طبعا هو بيرتب لي services اللي عندي اللي هنا السنج يعني A B C D. انا طبعا هدوس حرف ال R. الريموت بتاعي ريموت اكسس اوتو بعمله running، ولو دوس لو انا لقيت عندي هنا مش معمول running ممكن الاقيه مش معمول راني فادوس له ستارت، ولازم اعمله هنا اوتوماتيك عشان يشتغل مع ويندوز وهو بيعمل ستارت او بيفتح الجهاز عندي. كله بعمله راننج واعمله اوتوماتيك. الريموت اكسس كونكشن مانجر، وبرده الريموت ديسكتوب كونفيجريشن، والريموت ديسكتوب سيرفيسز، كله يا جماعه راننج واوتوماتيك. برده هنا ريموت ديسكتوب سيرفيسز يوزر موديل، وبرضو عندي هنا اللي هي الار بي سي الريموت بروسيدجر كول، والريموت بروسيدجر كول برضو اللي هو اللوكيتور، كله بنشتغل عليه. وبرضو مش محتاج هديا راوتنج، طبعا دي لازم راوتنج اند ريموت اكسس، ده تعمله راننج اند اوتوماتيك. كل دون جميل وكويس جدا. طيب في عندي الحاجات دي كلها يعني انا وريتها لكم هنعملها اكسس على الجهاز، مفيش مشكله فيها مظبوط. طيب بنيجي هنا يا جماعه او في الستارت او بندوس علامه الستارت والار، وبكتب هنا جي بي اي دي اي تي دوت ام اس سي، بتفتح عندي الويندوز اللي موجوده قدامنا ديا. بعد ما بتفتح في عندي كمبيوتر كونفيجريشن، بختار تحتها ادمنستريتيف تمبلتس، ادوس عليها، وبعد كده بختار عندي سيستم، وبعد السيستم اللي هي ديليجيشن بختارها. في عندي هنا يا جماعه عندي انكريبشن اوراكل، بدوس عليها دبل. انا عندي هنا دي معموله ديسيبل، بدوس عليها دبل كليك واعملها هنا انيبل، وبتظهر عندي هنا البروتكشن ليفل بختارها، وبختار معايا اخر واحده عشان يبقى انا كده ماشي مظبوط، واديله هنا ابلاي اوكي. دي كده نقطه. طيب باجي هنا تاني علامه الويندوز وار، وبكتب ريج اديت، بقول له هنا يس. بعد ما اختارها بختار منها، نمشي كده واحدة واحدة عشان احنا عارفينها شغالين ازاي. الطبيعي عندك انها تظهر لك كده، بختار اتش كي لوكال ماشين، وبعد كده بختار منها السوفت وير، وبعد كده بنفتح السوفت وير، وبعد كده بنختار
المايكروسوفت، وبعد ما نختار المايكروسوفت بنختار ويندو، الويندوز، وبعد ما بنختار الويندوز بنختار current version، وبعد ما نختار current version بنختار policies. ننزل كده واحدة واحدة، private policies بنختارها، وبعد ما اختار البوليسز في عندي سيستم، وبعد ما اختار السيستم بنختار سيريد اس اس بي، وبعد كده بنختار باراميترز. لما اختار هنا باراميترز يا جماعة، الفايل ده ما بيكونش موجود عندي، انا اللي بكريت، بعمل كليك يمين ونيو، وبعد ما اعمل النيو بختار عن انا طبعا عشان عندي 64 بختار كيو دبليو او كيو وورد 64 بت فاليو. بعد ما بختارها يعني مثلا اخترت انا كده، جالي كده الفاليو بتاعي، انا المفروض بكتبه allow encrypt اوراكل زي ما هو ظهر قدامنا، انا هعمله مثلا بحرف الايه، بعد كده هدلته. خلاص عملته كده، لو دوس عليه دبل كليك بيظهر لي هنا الفاليو، بخليها باتنين واديله هنا اوكي، بقت زيها. راح انا الفايل ده عشان انا مش محتاجه، ايوه، ونقفل. ولما انا هنا دلوقتي باجي اعمل كونكت، المفروض هنا يعمل كونكت معايا، لان انا خلاص صححت كل حاجه عندي زي ما احنا شايفين، فتح معايا الجهاز اللي انا بكونكت عليه، ما بقاش فيه ايرور مسج ظاهره قدامي. طبعا اتمنى ان يكون الموضوع ده مفيد بالنسبة لكم. طبعا ده بنحل بيه المشكلة اللي احنا بنشتغل عليها، لو احنا بنعمل كونكت من جهاز لجهاز عن طريق الريموت ديسكتوب كونكشن، ده بيوفر لنا كتير جدا واحنا بننقل الملفات او عايزين نعمل اكسس او على حسب الاستخدام بتاعنا. اتمنى ان شاء الله يكون الدرس واضح، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.